وسط أزمة الفراغ الرئاسي وتبادل الأسماء، قررنا ننزل على الشارع ونسأل اللبنانيين برأيهم كيف كانت بتكون الأوضاع بالبلد لو عندنا رئيس الجمهورية بدل رئيس، أفضل أسوأ أو ما بتفرق؟ رئيس الجمهورية، نحن برئيس ومش ضابطة، كيف إذا جت رئيس الجمهورية؟ هلا هو أحسن تكون حاكمة بلدي، بس يعني ملاقيها تقيلة علينا شو. هذا الصراحة إنه نوع من عقلية متخلفة أو مثل إنه سيطرة، لأنه ما في حدا يقول إنه المرأة مش مثل، ليش إنه هي شو بتفرق؟ ما هي هلا متعلمة، هي هلا وصلت لمراحل، حتى في رجال ما قادرين يوصلوا لمراحل وصلت للمرأة بالعالم. ما عندنا مشكل كان سيدي ولا كان رجل، مهم نحن همنا هلا وخاصة بهالأوضاع اللي وصلنا لها بلبنان، لازم يكون في برامج على الأساس البرنامج اللي بننتخب. برأيي أنه إذا كان عندنا رئيس جمهورية بفضل يكون امرأة، خلينا نجرب، بركي الامرأة بتنفع أكثر من الرجل. هو عادة الرجل قراراته أسرع من امرأة، طبعا في شغلات كمل ولا لو نحن ما رح حكمتنا برأيك ما كنا وصلنا لهون بالأزمة. أكيد ملاك الرؤساء كلهم رجال حاكمين وحرقين سلافنا ومطالع بأمرهم شيء، ومرة بتعمل كتير إشي رجال ما في شيء يعملها. depends على المشروع يلي رح يطرحوه وشو الأفكار اللي رح يشتغلوا عليها، بس إنه يشتغلوا على شيء إنه دل مثل البلد مثل ما هو هلا، ما له عازة إن كانت مرأة أو كان رجل. أنا بحس إنه أحسن تكون المرأة هي رئيسة الجمهورية، لأنه بحس هي بتعرف تدير أكتر. يعني إذا بتطلع على بلاد برا وتكون المرأة هي رئيسة الجمهورية بيكونوا البلاد سلام. بنت عندها روح المسؤولية أكتر. لا أنا بفضل البنت عامة، ولكن شرط وجودها المؤهلات فيها.